يقول السائل: ما حكم الوشم الذي يفعلونه في الإبل والبقر؟ الوشم المنهي عنه في بني آدم، لعن صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، أما الإبل والبقر فلا أتصور أنه يعمل فيها وشم. نعم، يقصد الوسم. الوسم لا بأس للحاجة، الوسم للبهائم لا بأس به للحاجة، لكن لا يكون في الوجه، يكون في غير الوجه. نعم.